أحيانا لا يسعفني الوقت لأصلي السنة القبلية للظهر، فهل يمكن أن أصلي فقط السنة البعدية أم يجب علي قضاء السنة القبلية؟ لا يجب، لا يجب، هي اسمها سنة ليست واجبة، السنة القبلية ولا البعدية هي ليست واجبة، هي سنة مستحبة. طيب سنة مؤكدة صحيح بس مستحبة ليست واجبة، فالإنسان إذا تركها نسيانا أو انشغالا بما هو أهم مثلا، طيب فهذا يقضيها. أما إذا تكاسلا بعدين لاحق تو الناس كذا وأقيمت الصلاة راحت عليه خلاص لا يقضيها، وعليه مرة ثانية أن يستعد لها ويصليها قبل. فمن تركها السنة القبلية أو حتى البعدية، تركها حتى خرج وقته يعني دخل العصر مثلا، خلاص لا تقضى إذا تركها تكاسلا أو إهمالا. أما إذا تركها نسيانا أو انشغالا فله أن يقضيها والله أعلم.